حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أعلنت منظمة أوابك أن العراق جاء بالمرتبة الأخيرة من بين أعضاء منظمة أوابك من حيث المعدل السعري للنفط. وقالت المنظمة إن المعدل السعري لصادرات النفط العراقية بلغ 97 دولارا و40 سنتا خلال عام 2022، مبينة أن معدل السعر النفطي العراقي للربع الأول من عام 2022 بلغ 97 دولارا و10 سنتات. وأشارت المنظمة إلى أن المعدل السعري للنفط العراقي وفق هذه الأرقام احتل المرتبة الأخيرة مقارنة بباقي معدلات أسعار النفط لأعضاء المنظمة. ارتفعت أسعار الذهب في أسواق بغداد وسجلت تراجعا في أسواق أربيل. وسجلت أسعار مثقال الذهب عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 410,000 دينار، فيما سجل مثقال الذهب العراقي من نفس العيار 380,000 دينار، مسجلا ارتفاعا عن يوم أمس. وأما أسعار الذهب في أربيل فقد شهدت انخفاضا، حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب من عيار 24 ما قيمته 475,000 دينار، وسجل عيار 21 420,000 دينار. دخلت الليرة اللبنانية مرحلة جديدة من الانهيار تمثلت بهبوطها التاريخي إلى مستوى 100,000 ليرة لبنانية للدولار الواحد في السوق الموازية. وسجل هذا المستوى القياسي في وقت استأنفت فيه المصارف إضرابا مفتوحا بعد صدور قرار قضائي يقضي بأن يدفع بنك ميد مبلغ 210,000 دولار نقدا لأحد مودعيه تحت طائلة ختم المصرف بالشمع الأحمر، وهو القرار الذي اعتبرته جمعية مصارف لبنان قرارا تعسفيا. أكدت مصادر في المؤسسة الوطنية للنفط الليبية عدم صرف رواتب نحو 65,000 عامل في قطاع النفط منذ مطلع العام الجاري. وبررت مصادر في وزارة المالية توقف صرف الرواتب لحين الحصول على إيضاحات حول تعيين أعداد كبيرة من العاملين مؤخرا. بدوره قال اتحاد عمال النفط الليبي إن عدم دفع الرواتب يعد إجراء إداريا فقط، متوقعا صرفها بحسب الوعود الحكومية قبل شهر رمضان المبارك. تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد بتأثير انهيار مصرف سيليكون فالي، ما أثر على زعزعة أسعار أو أسواق الأسهم وأثار مخاوف بشأن أزمة مالية جديدة. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتسجل نحو 80 دولارا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتصل إلى 74 دولارا للبرميل. هذا وأثار الإغلاق المفاجئ لمصرف سيليكون فالي مخاوف بشأن المخاطر التي تتعرض لها البنوك الأخرى الناتجة عن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الماضي. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.